السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هنكمل مع بعض بالسلسلة بتاعة الـ AVR اللي هو الانترفيسنج مع الـ AVR. هنبدأ الفيديو ده في الـ EDC. كنا للأسف في الفترة اللي فاتت دي وقفنا أكتر من تقريبا من سنة أو سنة وشوية، مشتغلناش حاجة في الجزء بتاع الـ AVR ده خالص. فكنت لما بدأت السلسلة بتاعة الإمبيدد كلها على بعض كنت ناوي أقسمها على أكتر من بلاي ليست. اول بلاي ليست اللي هو الجزء بتاع السي، والحمد لله خلصنا معظمها، يعني ما كناش خلصناها كلها تقريبا. تاني حاجه الامبيد سي، للاسف دي بلاي ليست ما عملتهاش. وبعد كده الاي في ار انترفيسنج مع الاي في ار، وبعد كده الارتوس مع الاي في ار. حاليا احنا هنبدا نكمل في الانترفيسنج مع الاي في ار. بس المشكله ان الجزء بتاع الامبيد سي انا كنت ناوي احط فيها توبكس معينه، في حاجات نسيتها منها للاسف، يعني نسيت انا كنت عاوز احط ايه بالظبط. في حاجات تانية هتلاقيني مثلا الناس اللي لسه متابعة في الفترة دي الجزء بتاع الانترفيسنج، هتلاقيني مثلا انا في شغال في الفيديوهات كنت قال تقريبا ان في فيديو انا شرحته او توبك معين هتلاقيني شرحه في القناة، او قلت ان انا هشرح التوبكس الفلاني واحطه في البلاي ليست اللي اسمها بلاي سي، سواء ده او ده. لو انت فاكر ايه اللي انا قلته ساعتها يا ريت تكتب لي الكلام ده تحت في الكومنتات، بحيث ان انا افتكر بس التوبكس دي وابدا اعمل لها فعلا فيديوهات. برضو لو انت في حاجه انا مثلا شرحتها او ما او عديت عليها سريعا او مش شرحتهاش خالص في الفيديوهات بتاعه الانترفيسنج، ممكن برضو تكتب لي الحاجه دي في الكومنتات، بحيث ان انا احاول اعمل لها فيديو واوضحها ليك اكتر. دلوقتي ندخل بقى على الجزء بتاع الاي دي سي. بس قبل ما نتكلم على يعني ايه اي دي سي اصلا او اختصار الاي دي سي، تعالوا مع بعض كده نبص. دلوقتي انت شغال على مايكرو كنترولر ايا يكن المايكرو كنترولر ده نوع ايه، فسواء انت شغال على اي في ار او ارم او بيك، فعندك المايكرو كنترولر بتاعك ما بيفهمش او ما بيعرفش يشتغل غير بحاجه اسمها ديجيتال سيجنال، تمام؟ حتى السي بي يو بتاع اللابتوب بتاعك او البي سي هتلاقيه ما بيشتغلش غير بحاجه اسمها ديجيتال سيجنال. يعني من الاخر السي بي يو ما بيعرفش يتعامل مع الريجستر اللي حواليه او الميموري، او ان هو يعمل اي انستراكشن معينه سواء فيتش ديكودد او او يعمل بوش او يعمل اي حاجه، مش عارف يعمل اي حاجه من الحاجات دي الا عن طريق اللي هي ديجيتال سيجنال. طب الديجيتال سيجنال دي في الاخر عباره عن ايه؟ قال لك والله عباره عن صفر وواحد، بتترجم في الاخر يا هاي يا لو. طبعا اللوز زيرو والهاي هنا 5 فولت في الاكزامبل اللي قدامنا ده. حتى لو انت حبيت تتعامل مع اي اكسترنال هاردوير خارجي مع المايكرو كنترولر اللي انت شغال بيه، زي ما احنا شوفنا في الفيديوهات بتاعت الدي اي او وعملنا الدرايف بتاعها، تلاقي نفسك بتتعامل برضه بصفر وواحد، يطلع هاي يطلع لو. ولو جربنا الحاجات دي كلها واما جربنا على ال سي دي والسيفن سيجمنت نفس النظام، بيتعامل مع ديجيتال سيجنال، بيطلع هاي بيطلع لو. جميل جدا. طب هل هو في الحقيقه ان هو لو شاف حاجه غير الصفر فمش هيعتبرها لو، ولو شاف حاجه غير الخمسه مش هيعتبرها هاي؟ يقول لك لا، هو في يقول لك والله انا وانا بتعامل ببقى شايف ان في الرينج من الصفر لغايه 1.5 ده كله لو، والرينج من 3.5 لغاية 5 فولت ده ببقى شايفه هو يبدأ. يعني انت دخلت له اي قيمة من 0 لـ1.5 على البنات بتاعتك، هو يعتبرها على انها لو، ويتعامل معاها في الكود جوه على انها لو، والدنيا تشتغل معاك عادي. ومن 3.5 لـ5 فولت هيتعامل على ان ده 1 هاي. المشكلة فين بقى؟ المشكلة اللي انت في الحياة الطبيعية اصلا انت بتتعامل مع انالوج سيجنال. طب يعني ايه انالوج سيجنال؟ انالوج سيجنال بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. دلوقتي بقى في مشكله معاك، اللي انت معاك انالوج سيجنال عاوز تخلي المايكرو كنترولر بتاعك يبدا يقراها ويعرف قيمه الانالوج سيجنال دي دلوقتي في الوقت اللي انت بتقرا فيه القيمه دي بقت بكام عشان يبدا يتعامل معاها. سي مثلا لو انت شغال وبتقيس التمبريتشر بتاع الاوضه بتاعتك عشان على حسب التمبريتشر درجه التكييف مثلا تظبط، او لو هتعمل الارم سيستم مثلا التمبريتشر زادت اه ده فيه حريقة أو الكلام ده كله، فالتمبريتشر السنسور بتاعها اللي هو كان تقريبا LM35 بيجيب لك السيجنال بتاعته على إنها أنالوج. أنا دلوقتي عاوز أخد السيجنال دي وأبدأ أحولها من أنالوج لديجيتال، فهنعمل حاجة زي كده إزاي؟ هو ده بقى موضوع الفيديو بتاع النهاردة، اللي هو هنعملها إزاي. هنعملها عن طريق حاجة اسمها أنالوج
ديجيتال كونفرتر اللي هي EDC، اختصار انالوج تو ديجيتال كونفرتر. طبعا الناس اللي دخل الكوميونيكيشن في هندسه وكده هيبقوا درسوا الحوار ده بالتفصيل الممل، احنا مش هنذكره هنا طبعا بالتفصيل الممل، ومش هنذكره تقريبا، احنا بس هنقول الخطوات اللي هو بيبقى ماشي عليها عشان يحاول من انالوج لديجيتال. انت عاوز تتعمق في الحوار ده ممكن تبحث على اليوتيوب، هتلاقيه منتشر جدا، هتلاقيه سواء عربي او انجليزي. بس المشكله اللي احنا اتطرقنا فيها هنلاقينا فتحنا مواضيع كتيره جدا والفيديو كبير معانا. اول حاجه هو بيعملها ان هو بيعمل حاجه اسمها سامبلينج. يعني ايه سامبلينج؟ هو بياخد السيجنال بتاعتك، بيبدا ياخد قيم معينه، ماشي، يعني بياخد القيم في اوقات معينه بالمنظر قدامك ده. فبدل ما هي كانت كونتينيوس في التايم، ماشي، الخط الازرق ده، لا هي بقت ايه، متقطعة زي ما انت شايف كده في أوقات معينة. فالسيجنال بتاعتك بدل ما هي كانت كونتينيوس زي فوق كده، بقت بالمنظر اللي قدامك تحت ده. بعد كده بيعمل معانا حاجتين تانيين اللي هو ال quantization and decoding. يعني ايه؟ اختصار للكلام كله اللي هو بيقسم السيجنال بتاعتك دي لليفلات، كل ليفل بيديله كود معين او بيديله رقم معين، تمام. طب الليفلات دي بتتقسم بناء على ايه؟ الليفلات دي بتتقسم بناء على ال EDC بتاعك اللي المايكرو كنترولر بتاعك ده بيدعمه شغال كام بت، تمام. والله هتقول لي ان ال EDC ده شغال 10 بت، اقول لك هو شغال 10 بت، يبقى انا اقدر اخلي السيجنال بتاعتي دي تتقسم ل 1024 مستوى. اهو انت معاك 10 بت، فهتقول 2 × 10 هديك ايه، 1024 مستوى. والله لا، انا السيجنال بتاعتي وليكن زي الرسمه اللي قدامنا دي عباره عن 3 بت، يبقى كام مستوى؟ 8 مستويات. طب ازاي اعد كده؟ 0 1 2 3 4 5 6 7، يبقى من 0 ل 7 اللي هم 8 مستويات. جميل. طب انا قسمت مستويات وعديتها كل واحد القيمه بتاعتها والكلام ده كله. بعد كده اقول لك ما انت مش احنا عملنا هنا سامبلينج، هتبدا بقى تشوف كل واحدة من دول، هتشوف النقطة دي وقعت فين في المستويات بتاعتك، وتشوف خدت أنهي كود أو خدت أنهي قيمة، نفس النظام في اللي وراه وهكذا. تقول لي طب ما أنا ممكن في نقطة معينة تقع ما بين مستويين، أقول لك فعلا في نقطة معينة تقع ما بين مستويين، وساعتها هتقربها للمستوى لأقرب مستوى ليها. جميل جدا. دلوقتي أنا اللي خلاني أشرح الحتة دي شوية باستفاضة عشان أقول لك حاجة مهمة، إني انا لما يبقى معايا 3 بت، ماشي، او الدي سي بتاع سي 3 بت، ايه اللي هيحصل؟ هقسمها ل 8 مستويات. يبقى كده احتمال ان السامبلنج اللي انا عملته في الصفحه دي او في السلايد دي ايه القيم بتاعته، احتمال اللي هي تقع ما بين مستويات تبقى كبيره. طب افرض نفس السيجنال دي يعني بنفس الحجم ده كده، بدل ما اقسمها ل 8 8 مستويات، قسمتها ل 1024 مستوى، تقول لي كده المسافه ما بين المستوى والمستوى قلت جدا، فاحتمال ان النقط او الجزء بتاع السامبلينج ده يقع ما بين المستويات بيقل. يبقى كده انا كل ما ازود عدد البت بتاعتي كل ما الريزوليوشن بتاعي بيزيد. بعد كده بيقول لك الريزوليوشن، فهو هنا بيتكلم معاك عن الريزوليوشن، وبيقول لك يعني ان هو بيتحدد عن طريق اللي هو نمبر اوف بيس بتاعتك. فهو بيقول لك ممكن 8 10 12، الاي في ار معانا بيشتغل على 10 بت. هنشوف دلوقتي في الداتا شيت لما نيجي نفتحها. المهم تحت هنا برضو بيقول لك والله انت معاك الاكزامبل، يعني بيقول لك انت معاك مره 8 بت، مره دي سي بيدعم 10، مره بيدعم 12، مره بيدعم 16 بت. فبيقول لك اول حاجه هنعملها عشان نجيب الريزوليوشن بقى والكلام ده كله، يقول لك ايه، اول حاجه نجيب النمبر اوف ستيب. يعني ايه النمبر اوف ستيب؟ قال لك والله هي في الاخر اللي هو عدد المستويات دي بتاعتك، فاهم؟ هتجيبها ازاي يا عمي؟ قال لك اللي هي 2 أس 8. طب انا عاوز اتاكد، اقول له هنا كده عاوزين نجيب يا عم بتاع دي او 2 أس كام أس 8 بتساوي كام؟ 256. 10 أس 2 2 أس 10 1024. يبقى في الاخر النمبر اوف ستيب هو عباره عن 2 أس النمبر اوف بت. بعد كده عاوز اجيب الريزوليوشن بتاعي. يعني ايه برضو الريزوليوشن؟ هقول لك دلوقتي، بس مبدئيا يعني القانون بتاعه اللي هو قدامنا ده، تعالى نكبر الخط. قال لك ايه الفولتج بتاعك،
اللي هو شغال عليه كام؟ 5 فولت دلوقتي على النمبر اوف ستيب اللي هو عدد المساويات، او من الاخر اللي هو 2 اس نمبر اوف بت بتاعتك، هتديك الريزوليوشن. تعال بقى نشوف ايه الكلام اللي هنا. اول واحده قال لك القيمه دي طلعت معايا ب 19.53 ملي فولت، قال لك هنا الاوتبوت في المعادلات دي بالملي فولت. امين. يعني ايه بقى الرقم اللي طلع معايا ده؟ اقول لك اه، الرقم ده بكل بساطه ان الاي دي سي اللي بيدعم 8 بت ده عباره عن يا وانا بقيس بمثال التمبريتشر، يا وانا بقيس درجه الحراره وحاسس ان درجه الحراره اتغيرت، التغير دون في درجه الحراره هيقابله ايه في السنسور؟ السنسور بيطلع لك في الاخر فولت، هيقابله ايه؟ هيقابله تغير في قيمه الفولت اللي طالعه من السنسور ده. جميل. طب قيمه التغير دون لو كانت اقل من 19.53 الاي دي سي بتاعك مش هيحس بيها. يبقى كده انا معايا سنسور بيطلع لي فولت، الفولت ده بيتغير بناء على الحاجه او الفانكشن اللي السنسور ده بيعملها. بيقيس درجه حراره هيتغير بناء على تغير درجه الحراره، يا هو السنسور ده مثلا بيقيس الإضاءة يبقى الفولت اللي طالع هيتغير بناء على تغير الإضاءة بتاعة الأوضة، لو مش عارف بيقيس نبضات القلب أو الضربات بتاعة القلب في الجسم يبقى الفولت اللي طالع هيتغير بناء على النبضات بتاعة القلب. في الآخر أنا معايا سنسور بيطلع فولت والفولت ده بيتغير. فالريزوليوشن هنا بيقول لك والله أنا هحس بالتغير ده لما يحصل كل قد إيه. فقال لك والله التغير ده حصل أقل من 19.5 او 53 يبقى هو كده مش هيحس بيه. 19.53 فيما فوق يبقى انا الاي دي سي بتاعي هيحس ان حصل تغير ويغير لي في القراءه اللي طالعه لي في المايكرو كنترولر بتاعي. تعالى بقى، اما احنا كنا قايلين لما بزود الصفحه اللي فاتت دي قلنا لما بزود ايه البيتس يبقى الاكيورسي بتاعي بتزيد، الدقه بتاعتي هتزيد. طب تعالى نشوف الريزوليوشن فعلا، يعني انا هنا زودت عدد البيتس بتاعتي في الاي دي سي اللي هي بقت 10، هل الريزوليوشن بتاعي او الاكيورسي بتاعي والدقه بتاعتي هتزيد؟ قال لك بص احنا مثبتين الفولت بقى ب 5، اقسم على الالفا 24. قال لك في الحاله دي انت نفس السنسور لو انت حاطه وفي نفس الاوضه في نفس كل الكونديشن وحصل تغير في درجه الحراره بمقدار سي مثلا اللي هو حصل تغير من درجه الحراره دي بمقدار 10 فولت 10 ملي فولت 10 ملي فولت، ايه اللي هيحصل؟ اول اي دي سي او اول مايكرو كنترولر اللي هو بيدعم 8 بت في الاي دي سي مش هيحس ان في تغير، ومش هيظهر لك اي تغير في الشاشه، ومش هيقول لك اي حاجه في الكود بتاعك، هو كده ما حسش بتغير، فالدنيا هتفضل زي ما هي ثابته. ولكن المايكرو كنترولر التاني اللي واقف جنبي على طول اللي بياخد القراءه بتاعته من نفس السنسور مثلا، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك لا والله انا في تغير حصل عندي وقرات ان التغير قيمته كذا. تمام. برضو نفس النظام، زودت بدل 10 12 بقى بيحس بايه؟ بتغير اقل، فبدل ما كان بيحس ب 4 ملي فولت لا انا بقيت بحس ب 1.2 ملي فولت. طب لو كان 16 قال لك والله ده انا لا ده انا بقيت بحس ب 76 من 1000 ملي فولت. يعني انت متصور الدقه بتاعته وصلت لفين؟ بعد كده الرسمه دي اللي هو في الاول قال لك ايه؟ قال لك والله على الاكزامبل بتاعنا في الاول اللي انا بحس من 0 ل 5، قال لك هنا اهو الاوت انت بيدخل لك انالوج، الانالوج ده بيتراوح من 0 ل 5. في الاخر خالص الانالوج ده بيطلع من الاي دي سي ويروح للمايكرو كنترول بتاعك بقى على انه ايه قيمه ديجيتال من قيمتها بتتراوح من 0 ل 1023. طب ليه 1023؟ اقول لك عشان احنا شغالين على 10 بت، عشان احنا شغالين على ايه؟ على 10 بت. فلو كان الانالوج هو بيقيس او كان السنسور هو بيقيس دلوقتي وطلع لك 0 فولت، ايه اللي هيحصل؟ بعد ما الاي دي سي يحولها تطلع قيمتها بصفر. طب لو طلع 2.5 فولت هيطلع 512، طب طلع 5 فولت هيطلع 1023. كده احنا خلصنا الشرح تقريبا النظري اللي هو بعيد عن الجزء بتاع المايكرو كنترول، بس عشان الناس تبقى ايه فاهمه الدنيا ماشيه ازاي شويه. في فيديو برضو يعني بيشرح حوار الاي دي سي ده، تعالوا نشوفه مع بعض. فالفيديو ده ماشي شغال هو وبيشرح الاي دي سي تمام على حاجه اسمها سكسيسيف ابروكسيميشن، ده طبعا النوع اللي الاي في ار شغال عليه او بيستخدمه يعني.
فالراجل ده هندي، فبعيدا عن الصوت تعالوا نشوف ايه الدنيا. هنا بيقول لك انت معاك السيركت بتاعتك، ده الانبوت اللي داخل هيدخل على كومبارتور، وبعد كده على كنترول لوجيك، وبعد كده يدخل على السكسيف ريجستر بتاعك، وفي الاخر هيطلع الاوتبوت. بس طبعا هنا في كومبارتور، طب الكومبارتور ده هيقارنه بايه؟ هقول لك الكومبارتور ده مفروض يقارنه ومن خلاله يعرف هل هو كده وصل للاوتبوت الصح ولا لا. فهو بيعمل ايه؟ بياخد الاوتبوت الباينر اللي طلع اللي هو هنا ده ويحوله تاني، او بيقول لك دي اي سي اللي هو ديجيتال تو انالوج كونفرتر، بيحول تاني الاوتبوت اللي طلع ده على انه ديجيتال، بياخده من الديجيتال يحوله تاني لايه؟ لانالوج، ويروح رايح مقارنه بالانبوت. فمن الاخر هو بيقارن الاوتبوت اللي طلع بالانبوت اللي المفروض يدخل له. لو الاتنين زي بعض كان بها، لو واحد اقل او اكبر يعيد العملية تاني. وده الفولت اللي هو الانبوت، ده الفولت اللي هو انت بتغذي بيه الدايرة بتاعتك، اللي هو زي ما كنا قايلين في الاكزامبل هناك 5 فولت. تيجي هنا كده كمل، بدأ يحط لك شوية أرقام لذيذة، أو نوقف هنا كده. قال لك والله احنا هنشتغل الاكزامبل بتاعنا اللي هو معاك كام اوبوت، 1 2 3 4 4 بت. يعني انت دلوقتي الاي دي سي بتاعك هنا بيدعم كام بت؟ 4 بت. تمام، تعالى قبل ما نعمل اي حاجة نعمل الحسبة بتاعتنا، شوف الريزوليوشن كام. قال لك هو بيدعم 4 بت والفولت بتاعك 16، فهنا هنقول له 16 على 2 أس كام أس 4، ونقول له بيساوي كام؟ بيساوي 1 فولت. يبقى كده اي تغير اقل من الواحد الصحيح الاي دي سي ده مش هيحس بيه. يعني انا قبل ما اشتغل واشوف بقية الفيديو انا متوقع ان هو مش عارف يجيب الاتنين من 10. يعني انا كده اخري اوصل معالي 11، اقرب رقم للفولت اللي داخل، يبقى المفروض كده الاجابة بتاعتي تبقى صح وهيطلعها، عشان هو مش هيعرف يوصل للاتنين من 10 بسبب اللي هو شغال على 4 بت. جميل، هتيجي هنا تلاقيه بيقول لك ايه، والله احنا بناخد الفي ريفرنس بتاعك ده بنضربه في المعادله دي. طب ايه المعادله دي؟ قال لك مش انت معاك 4 بت، ادي البت الاولانيه اللي هي دي بت رقم 0 1 2 3 ماشي، يبقى كده 0 0 0 و1 مقسومين على الارقام دي، فهتلاقي 0 على 16 بصفر، 0 0 وفي الاخر 1 على 2 بنص، يبقى في القيمه هنا طلعت كام؟ نص. النص ده تاخدها تضربها في الفي ريفرنس بتاعك اللي هو بكام؟ 16، يبقى هيديك الاوتبوت 8 اللي هو مكتوبة تحت، مش عارف هي هتبان عندكم في الفيديو ولا لا. طب ايه التمانية دي؟ التمانية دي اللي انت لو الاوتبوت بتاعك الديجيتال طلع 0 1 و4 و3 اصفار هيقابل القيمة بتاعته ان هي 8 فولت. بس طبعا اما هاخد بقى الكلام ده يحوله تاني لانالوج ويقارنه مع ال 11 و2 من 10 هيلاقي الكلام ده غلط. ليه؟ ان التمانية اصغر من 11 و2 من 10. طب هيعمل ايه؟ هيجي هنا اهو عشان بس الرسم هنا احسن، حط الواحد اهو زي ما احنا كنا عاملين ورق وعرفنا ان ده قيمته 8 وقارن. فقال لك والله انت قدامك حلين، هو الفي انبوت اكبر من اللي هو الاوتبوت ولا لا؟ والله لو اكبر هتعمل دي، طب هو اصغر ولا لا؟ لو اصغر هتعمل دي. طب ايه ده؟ بص يا عم، هو لو اكبر يبقى كده الواحد الفي انبوت هو اكبر من الاوتبوت، يبقى الواحد ده المفروض اثبته وابدا ازود عليه كمان واحد عشان احاول اوصل. ليه؟ عشان في الاخر الوحايد دي بتمبنى عمليه جمع، فخلاص انا وصلت ان الواحد ده مديني 8، يعني الجزء ده من المعادله قيمته 8 وال8 اصغر من ايه؟ من 11.2. يبقى انا عاوز اجمع ال8 اجزاء تانية من هنا عشان ابدا اوصل لل11، فاثبت الواحد وابدا اشوف انهي جزء من دول اللي المفروض اجمعه على ايه؟ على الواحد ده او على الجزء الاولاني. فهيجي هنا ايه؟ يبدا يقول لك اه احنا نحط واحد كمان ونشوف الاوتبوت هيطلع كام. تعال نشوفها هنا، احنا كنا قايلين 8 صح؟ فنروح قايلين الناحية التانية هتديك 16 على 4 بيديك 4 زائد 8 معانا من امبارح بقى معاك كام؟ 12. طب ال 12 دي اكبر ولا اصغر من 11.2؟ والله دي اكبر فمش هتنفعنا، يبقى كده الواحد ده مكانه غلط مش هينفعني. فهتلاقيه ايه؟ هياخد الواحد ده مش هينفع يثبته فهيحركه، هيجيبه هنا في الجزء اللي وراه على طول.
نزود كده اهو ماشي. قال لك ايه؟ والله احنا هنا دي كده ما نفعتش، فقال لك انت قدامك اختيارين، يتحرك الواحد يتثبت الواحد وتزود عليه حاجة كمان، وانا كبرت الشاشة احسن. لا، يا اما تحرك الواحد زي هنا، يا اما تكبر الواحد. طب امتى تحرك الواحد؟ هتحركه لو الفي انبوت اصغر من الاوتبوت اللي طلع، وهتسيبه لو الفي انبوت اكبر من الاوتبوت ايه اللي طلع. فاحنا في انهي حالة هنا؟ ان الفي انبوت ايه اصغر من الاوتبوت اللي طلع، فساعتها هبدأ بدل ما اثبت الواحد هبدأ احركه، عشان ساعتها ال V input كان 11.2 وال V output كام؟ 12. فكده انت حركت الواحد. تعال نشوف القيمة دي بكام. يجي هنا الواحد ده بـ8. طب الواحد ده مقسوم على 16 على كام؟ على 8، بقى بـ2. فانت معاك اول واحد هنا 8، والواحد ده بـ2، هتجمعهم على بعض يديك 10. هتبدأ تقارن تاني، الـ10 أصغر من الـ11 ولا أكبر؟ الـ10 أصغر من الـ11. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتثبت الواحد ده وتبدأ تزود واحد كمان، يبقى مين اللي عليه الدور ده؟ فده مقسوم على 16، فتقول له 16 على 16 هديك كام؟ هيديك 1. يبقى كده انت معاك، هيبقى معاك 3 وحايد، اللي هو 8 زائد 4، 8 زائد 2 زائد 1، مجموعهم على بعض هيديك كام؟ هيديك 11. واحنا في الاول خالص قلنا 2 من 10 دي مش هنعرف نوصل لها. يبقى كده فعلا انت وصلت الاجابة بتاعتك اللي هي كانت اللي هي تبقى 1 0 1 1. تعال نشوف برضو بقية الفيديو. هتلاقي هنا اهو قال لك احنا وصلنا بقت القيمة 10، فبالتالي كده انت لسه اصغر. فهنا بيقول لك اهو، هل العشرة فولت دي أكبر من الأوتبوت ولا لأ؟ أكبر من الإنبوت ولا لأ؟ فوالله العشرة فولت اللي أصغر من الإنبوت، فخلاص أنا هثبت الواحد وأزود واحد كمان. تمام، هنا دي في حالة إيه؟ إن العكس، إن العشرة فولت دي كانت إيه؟ أصغر أكبر من الإنبوت. هنيجي هنا في حالة إن فعلا العشرة فولت دي لسه أصغر من الإنبوت، فهيبدأ يزود الواحد الأخير، وبعد كده يشوف القيمة بتاعته على حسب المعادلة دي، فهتديله 11 فولت. يبقى كده انت وصلت للنتيجة بتاعتك. جميل. بعد كده هنا بيقول لك بقى كل الاحتمالات بتاعتك، يعني انت بدأت في الاول بواحد، وبعد كده يا اما تثبته وتزود واحد يا اما تحركه. هيبدأ في الاحتمالات، هتلاقي في الاخر خالص مديك ايه؟ من 4 اصفار 4 وحايد، اللي هو غطى الاحتمالات كلها، وهتلاقي دي القيم اللي هو مغطيها اصلا في الرنج بتاعه. جميل كده. كده احنا خدنا اللي احنا عاوزينه من الفيديو.